بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا نحن سنأخذ القثم الذي يرتبط بالتصوف والأخلاق، وتكلمنا في لقائنا السابق عن تعريف التصوف. فالتصوف كما قيل هنا ذكر سيد الدردير حياة القلوب رتبة على عقائد الإيمان. كثير من العلماء تكلموا في التصوف وفي أحوال الصوفية كالإمام الهجويري والإمام الكلبازي في كتابه التعرف، وهناك معجم اصطلاحات الصوفية، وكذلك للكاشاني الإمام الكاشاني معجم الاصطلاحات الصوفية، وكتاب التعريفات للإمام الجرجاني. هذه كتب تفك رموز المصطلحات الصوفية التي من خلالها حكم البعض على التصوف بأنه خرافة، وهذا باطل، هذا حكم باطل. لماذا؟ لأن للتصوف مصطلحات، هذه المصطلحات لا يفهمها إلا من قالها كابن عربي. نجد مصطلحات الصوفية في التعريفات: الفناء والبقاء والخلود والمجاهدة والرياضة والمحاسبة، مصطلحات كثيرة. هذه المصطلحات من الذي يفهمها؟ قائلها. لذلك لما قالها علماء التصوف كالإمام ابن عربي اتهم بالحلو، والرجل بريء من إيه؟ من القول بالحلول. أنا عندما أقول لولد صغير لا يفهم اللغة العربية، مثلا أنا ذهبت إلى جاكرتا عند طارق وقابلت أخاه الصغير وقلت له: كيف حالك؟ هل يفهمون هذا المصطلح؟ من الذي يفهمه؟ أنا وطارق. من الذي تعلم اللغة العربية فقط؟ إنما طارق لا يفهم. إنما لو قلت له أبا كبر يفهم؟ يفهم، لأن هذا المصطلح معروف في أندونيسيا. يبقى إذن ما الذي أدى إلى اتهام الإمام ابن عربي بالقول بالحلول؟ أنه تكلم بمصطلحات لا يعرفها إلا هو وطلابه المقربين، بس طلاب المقربين فقط. ومن هنا ظلم هؤلاء العلماء، الإمام الشعراني والإمام ابن عربي. فكانت معاجم الاصطلاحات الصوفية كمعجم الاصطلاحات الصوفية للكاشاني وكتاب التعريفات للجرجاني، ونجد كتب أيضا تتعرض لكثير من المصطلحات مثل كتاب كشف المحجوب للإمام الهجويري، هذا كتاب جيد، كشف المحجوب للإمام الهجويري. وعندنا كتاب حديث شوية، حقائق عن التصوف، الشيخ عبد القادر عيسى. فهذه الكتب تتعرض لفك رموز الصوفي مصطلحات، مثل معجم اللغة الإنجليزية جو بمعنى ذهب ولا يذهب، صح؟ إيت بمعنى هكذا، مصطلحات الصوفية. الفناء بمعنى كذا، البقاء بمعنى. يعني عندما يقول أحد علماء التصوف: فافنى كي تحيا، فالفناء عين البقاء، من يفهم هذا الكلام؟ فافنى كي تحيا، فالفناء عين البقاء. إيه ففنا كي تحيا؟ يعني مت عن نفسك حتى تحيا بروحك. فموتك أو فموت نفسك فيك عين حياتك مع الله. لذلك قال: ونفس وما سواها فألهمها قد أفلح من زكاها. زكاها أي قتل شهواتها، خلاص لم يأخذ منها إلا البصيص فقط الذي إيه يعني الذي ينعت به بصفة البشرية. وإلا لو لم تكن فينا صفات النفس لكنا إيه؟ كنا معصومين ولا لا؟
لكن لابد من زلات البشر. حتى النبي قال قل إنما أنا بشر، خلاص. فتعريف التصوف قال وحد التصوف علما، يعني التصوف من حيث كونه علم، معناه إيه؟ علم بأصول يعرف به صلاح القلب، علم بأصول يعرف به صلاح القلب وسائر الحواس. علم بأصول يعني بقواعد وضوابط، يعرف به صلاح القلب وسائر الحواس. إيه معنى الكلام ده؟ هذا العلم إزاي يعرف به صلاح القلوب؟ لأن علم التصوف هو علم أحوال القلوب، كيف حال القلب مع الله، أي الأعضاء الجسمية يعول عليها؟ هل يعول على الأذن؟ هل أحكم عليك من خلال أذنك أم من خلال أنفك أم من خلال يدك أم من خلال قلبك؟ من خلال قلبك. لذلك إيه؟ ختم الله على قلوبهم أم على قلوب أقفالها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت إيه؟ قلوبهم. يبقى إذن المعول عليه القلوب، أحوال القلوب مع الله، فالتصوف يرتبط بأحوال القلوب مع الله سبحانه وتعالى. قال وسائر الحواس، ما صلة الحواس بالقلوب؟ هل هناك صلة بين القلب وبين الحواس؟ السمع والبصر والفؤاد والكلام واللمس، ما هي الصلة؟ أن القلب هو الملك الذي يتربع على عرش الجسد، فإذا كان القلب سليما سلمت الحواس. القلب المؤمن يدفع الحواس للتأمل والتفكر، ويدفع العقل حتى للتفكير فيما هو حسن، خلاص. عشان كده ربط بين صلاح القلب وسائر الحواس. ده من حيث كون التصوف علما. وهل التصوف بدأ علم ولا عمل؟ في البداية كان إيه؟ كان علما أم عملا؟ عملا. هل علم ولا عمل لما بدأ التصوف؟ مين اللي بيقول علم؟ خطأ. التصوف بدأ من زاوية كونه عمل وسلوك، فكان أحوالهم الرياضة. عارفين الرياضة هي معنى الرياضة؟ ما معنى الرياضة؟ ليست الرياضة البدنية، ولكن الرياضة الروحية، مجاهدة، مجاهدة النفس. فكل منا فيه إيه؟ نفس، فإذا ألجمتها بلجام الرياضة ملكتها، وإذا تركت زمامها لم تمسك اللجام ملكتك. يبقى إما أن تكون مالكا لنفسك، وإما أن تكون مملوكا له. علشان كده احنا بنقول هناك صلة بين القلب وسائر الحواس. طيب التصوف عملا معناه إيه؟ يبقى لما أقول لك عرف التصوف علما، تقول هو علم بأصول، يعني بقواعد، يعرف به صلاح القلب وسائر الحواس. أيوة. وربطنا بين الحواس وصلاح القلب لأن الحواس يتحكم فيها القلب، فإذا كان صالحا صلحت الحواس، وإذا كان فاسدا فسدت الحواس. ألا وإن في الجسد، ده كلام سيدنا النبي، يعني السادة الصوفية لا يأتون بكلام من هواه، ولكن كلامهم كل مؤصل. عشان كده قال إيه؟ علم بأصول، يعني كلام له إيه؟ أصول. الأصول دي فين؟ في الكتاب وإيه؟ والسنة. وما خالف الكتاب والسنة لا يلزم الصوفية. كبار الصوفية وعلماؤهم تبرأوا من أي عمل يخالف كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله. لذلك حتى الشيخ صالح الجعفري كان بيجلس هنا، على فكرة أحيانا يجلس هنا. عارفين الشيخ صالح الجعفري ولا؟
كان يقول تجمعنا الطاعة وتفرقنا المعصية، يقول لطلابه تجمعنا الطاعة، وله ديوان ذكر فيه أن كتاب الله وسنة رسوله هما المعول عليهم. خلاص. طيب، التصوف عملا، ما معنى التصوف عملا؟ هو الأخذ بالأحوط من المأمورات واجتناب المنهيات. الأخذ بالأحوط من المأمورات واجتناب المنهيات. إيه الأخذ بالأحوط من المأمورات؟ أقول لكم قاعدة خطيرة، قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. فلما يقول لك هنا الأخذ بالأحوط، يعني أمرنا مثلا بقيام الليل مثلا، خلاص صليت ركعتين، كيف تأخذ بالأحوط؟ تقول لا والله أنا أزيد في الطاعة أحوط، فتصلي أربعة. دائما تستصغر، أهل التصوف علمونا استصغار الطاعة، بل استغفروا ربهم من التقصير في الطاعات. يعني معروف دائما أن الاستغفار يكون عن ذنب، صح ولا لا؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل، وهكذا. لكن السادة الصوفية، وهذا أيضا ورد عن السلف الصالح، أنهم كانوا يستغفرون الله لتقصيرهم في الطاعة، فبدل ما يصلي ست ركعات بالليل صلى اثنين، ولامته نفسه على ذلك، فأصبح شغل النفس اللوامة ليس اللوم على المعصية، ولكن إيه؟ على التقصير في الطاعة. وهذه رتبة عالية، رتبة إيه؟ عالية. واجتناب المنهيات، اجتناب المنهيات كلها اللي هي يعني ما نهى عنه الشرع، والاقتصار على الضروريات من المباحات. شوف ثلاث مراحل، الأخذ بالأحوط من المأمورات، يعني دائما الحكم هنا مطلق في مسألة قيام الليل، والنبي قال في إشارات ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. فيجد المتصوف العابد يقول ماذا؟ يقول هذا يعني النبي بيقولها من باب إيه؟ إنه شيء قليل، يعني ركعتين، لا يبقى من الأحوط أن أزيد على ركعتين. فدي مرحلة أولى. الثانية اجتناب المنهيات، اجتناب المنهيات ولو عن شبهة. ما تقولش لا الموضوع ده فيه شبهة يعني ممكن يكون حلال، لا، يغلقون بابه. كان الصحابة، وهذا فعل أيضا موروث من مين؟ من صحابة سيدنا رسول الله، كان يتركون 9 أعشار الحلال خشية الوقوع في الحرام. فاهمين هذه؟ 9 أعشار الحلال خشية الوقوع في إيه؟ يعني هو الفعل حلال، بدليل ماذا؟ إنه 9 أعشار حلال، محكوم عليه بأنه حلال، تمام؟ يعني 99% حلال، علشان 1% شبهة كانوا يتركونه. يجيش يقول لك لا والله إذا المسألة خلافية كل، قال بعض العلماء حلال ويأكل على قول بعض العلماء، لا، هو قال لك طال ولو كان قليل من العلماء قالوا بحل الشيء أو بحرمة الشيء، والأكثر قالوا بجوازه، كانوا يتركونه إيه؟ على رأي القلة بس. خلاص. والاقتصار على الضروريات من المباحات، وهذا له أصل. إيه الاقتصار على الضروريات؟ يعني الأكل حلال ولا حرام؟ الطعام أن تأكل حلال أم حرام؟ طعام ربنا رزقك برزق حلال، حلال. فكانوا إيه؟ يقيمون حديث سيدنا رسول الله بحسب ابن آدم لقيمات، يقيمنا صلبة، لو ما لا ثم واصل قليلا، لو ملأت بطنك من الطعام، طعام حلال،
فكانوا الله أكبر الله أكبر.